تعال اشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم تاني ونجمي وضيفي النهارده صاحب البصمه. يعني بص الالقاب سهله جدا، والفنان والموسيقار انا متاكد ان كل حد استضاف حضرتك قال لك الالقاب دي لك تستحقها عن جدره، ولكن انا بفضل ان انا اقول حد صاحب بصمه. حيك ليك بصمه، اي حد يسمع المزيكا بتاعتك يقول ده مودي الامام. فيعني عشان كده انا مبسوط قوي النهارده وفرحان ان انا معايا حد بامكانيات حضرتك في الموسيقى، نقدر بقى ايه نعيش مع بعض الحاله شويه اللي حضرتك عملتها للمصريين. ده شرف كبير يا فندم. في ناس كتير للاسف عارفه موسيقاك كويس جدا وحافظاها وممكن تكون بتدندنها، بس ما تعرفش ان ده مودي الامام. فده مع الوقت بقى واحنا بنتكلم في الحلقه العمل الفلاني هنسمعه الموسيقى، فيقول لك ايه ده، يعني في ناس للاسف هتبقى يعني هتلزق في دماغها الاسم مع المقطوع بعد ما يسمعوها في الانترفيو النهارده. عايزين نبتدي من الاول خالص اتفضل، زي ما دايما بنعمل مع الجمله عشان نعمل سبوت لايت كده على المشوار تاريخ. تمام. حضرتك مواليد في مش لازم امتى عشان بس المعجبات ما يطفشوش، بس مواليد فين؟ يعني حضرتك اتولدت فين؟ انا من مواليد الجيزه. اوكي. مدرسه ايه؟ انا رحت مدرسه امون. اوكي. قبلها كنت في دار التربيه بس يعني من الاعدادي لثانوي خلصت مدرسه امون. اوكي. في الجيزه. مدرسه عربي. في الزمالك. بتوع الزمالك. ايوه. ودار التربيه اللي في الزمالك. ايوه. اوكي عارفهم. اكشلي هم جنب بعض. يعني فرق ما بينهم فرق ما بينهم المعهد السويسري مثلا. فعلا. اوكي. شارع المعهد السويسري. اوكي. ها لا ايه ده، انت هتتعبني قوي كده وتطلع كلمه. عايز تعرف بعد المدرسه حصل ايه؟ يعني عايز اعرف امتى ابتديت تحس انك عندك موهبه التلحين او التاليف او الموسيقي. وليه وحضرتك ابن المخرج الكبير العظيم حسن الامام ما اتجهتش للسينما؟ أيوة. كإخراج أو أي حاجة في السينما يعني. واتجهت للموسيقى. أنا هقول لحضرتك دي عايز أعرف بدايتها إزاي. بيتنا أنا وعيت عليه، أنا أصغر ابن فأنا الثالث يعني بعد زينب وحسين. بيتنا كان بيت موسيقي لأن والدي كان بيحب الموسيقى جدا، فكان دايما عندنا الجهاز البيك أب اللي هو بيلعب الاسطوانات بتاعت زمان، الصوت المدورة الحلوة دي تحط الإبرة تعمل صوت كده، ده اللي أنا وعيت عليه. وكان والدي بيشجع الحكايه دي خالص فينا احنا الثلاثه، يعني كان جاي في البيت بيانو لزينب اختي، وكان حسين بيحب الجيتار، وكان والدي في كل سفريه يقدر يسافرها يرجع معاه اله موسيقيه جديده، هارمونيكا ميلوديكا كمانجا اللي كان يقدر ايه يجيبه معاه. ولقى ان عندنا اهتمام فجاب لنا مدرسين في البيت يعني موسيقى. موسيقى انا ابتديت اعزف حسب ما بيحكوا لي يعني لما كان عندي 4 سنين. على ايه؟ على البيانو. لان اختي زينب كانت بتعزف حلو جدا كلاسيك، بس زينب ما دخلتش المجال ده. لا يعني هي بس كهوايه ما اشتغلتش في الفن. أوكي. اشتغلت في الصحافه بس هي كانت بتعزف عزف كلاسيكي مبهر ورائع يعني حقيقي يعني، فكنت منبهر جدا بيها. فانا كطفل كان يعني لسه ما بعرفش اتكلم يمكن، بس كنت اروح عند البيانو واشب بقى مدي ايدي لفوق خالص عشان اطول واعزف حته انا فاكرها، حته سمعتها، حته عجباني. الموضوع ده كان تلقائي جدا بالنسبه لي يعني، ده قبل بقى دروس وقبل الحاجات دي. استمر التشجيع في البيت لان دي هوايه حلوه بتقضي وقت بناء جدا بعيد عن المشاكل، في نفس الوقت هي بتنمي الاحساس والادراك والاعصاب. ثم يعني الجيران اللي بيشتكوا عامه يعني. والله انا ما كناش بنعمل دوشه صح، حتى بيوت زمان دي كانت بتعزل يعني. بس ده كان احسن وقت في حياتي. منين في الجيزه؟ يعني انا اتولدت في مستشفى علي ابراهيم. اوكي. والبيت بس ما كنتش فين؟ واخد بالي ساعتها. والبيت كان فين؟ البيت اللي انا كبرت فيه كان في الزمالك. اوكي. قبل كده كانوا ساكنين في الجيزه بس انا ما وعاش على ده. اوكي. وبعد ثانويه عامه؟ بعد ثانويه عامه انا دخلت كليه الفنون الجميله. اوكي. علشان انا بحب الرسم وانا صغير. طب ليه مش تربيه موسيقيه بقى طالما هويها قوي كده؟ الحقيقه ما كنتش متصور ان انا هبقى اكاديمي في الموسيقى
الموسيقى بالنسبه لي كانت حاجه عامله زي اللغه يعني بتكلمها. ما فكرتش في الاتجاه ده ساعتها، وما فكرتش ان انا كنتش عارف ان انا هبقى محترف لسه، لكن الموسيقى كانت جزء لا يتجزأ من حياتي، هي والرسم كانوا الاثنين زي بعض يعني. حسين كان راح كليه الفنون اصلا، وانا كنت معاه في مدرسه امون، فحبيت ابقى رسام وابقى مع اخويا الكبير في الكليه برضو، لان كنا ابتدينا نعمل فرق موسيقيه للهواه مع بعض. فده كان ايه مخلي الحياه طبيعيه اكتر، كاننا لسه في البيت. هو يعني الفرق قد ايه؟ اربع سنوات. اربع سنوات يعني الفرق مش كبير يعني؟ لا مش كبير. اوكي. الاربع سنين بتوع الكليه كنت بتعمل اي حاجه برضو موسيقى ولا كنت مركز بس في الرسم؟ كنت حسين وانا كنا عندنا فرقه طيبة اللي قبل طيبة بكتير. يعني كان هو ابتدى عمل فرق من لما يعني من وقت ما انا كنت صغير خالص، كان هو بيطلع على المسرح، مسرح الزمالك مثلا، نادي الجزيره، حفلات مدرسيه، حفلات في كليات، وانا كنت بتفرج عليه، كنت مبهور بيه جدا، لان هو كان استاذي الاول، هو اللي علمني الجيتار والدرامز. يعني انا بالنسبه لي دي علاقه اصلها ما بتنتهيش، هي مستمره يعني. طبعا ف بقيت عايز اكون مع اخويا اللي هو اعز صديق عندي، اقرب صديق ليا، واللي هو استاذي اللي رباني. كنت مرتاح كده خالص يعني. وكان امل او طموح ان انا انضم لفرقه من الفرق اللي هو بيعملها. ففي وقت الكليه عملنا فرقه، بس كنا بنعزف حاجات غربي، حاجات روك وبوب تقدمي شويه، بروجريسيف شويه، وحاجات فيها جاز روك، وحاجات فيها سايكديليك روك، زي مثلا حبايبنا بقى بينك فلويد وديب بيربل ويورا هيب والناس دي. كنا حلوين، كنا شطار قوي في ده. وده كان عند كفرز يعني، مش اوريجينالز بتاعكم، كفرز. لا كان كله كفرز لغايه ما قضينا وقت في امريكا ورجعنا وفكرنا في مشروع فرقه طيبة. لا قبل بقى، طب ايه اللي سفركم امريكا؟ حسين سافر قبلي الحقيقه، كان تزوج من فتاه امريكيه مصريه، وحبوا يسافروا مع بعض، حبوا يروحوا امريكا يقضوا وقت ويشوفوا مستقبلهم هيبقى ازاي. في وقت كان في حسين في الكارير بتاعه كممثل، كان ابتدى يمثل فعلا كل حاجه، كان مش مبسوط، كان مش راضي لسه يعني على الوضع وكده، فحب يجرب بخته في يعني، لان ليه لا، الشباب بيبقى متحمس قوي ومش خايف من السفر وكده. فراح اشتغل واستقر وجاب بيت وعربيه هو وزوجته، وكان دايما يندهلي، تعالى لي انت وحشني، ده انا عامل فرقه تجنن مع شباب امريكان. كمل موضوع الفرق في امريكا. كان عامل فرقه حلوه جدا اسمها اونكس بيراميد. اونكس ده اللي هو الحجر الاسود. الحجر الاسود، ايوه بالظبط. وكانوا بيحطوه على الوش الدرامز، على البيس درام من قدام وكده، كان مرسوم حلو. الدرامر والمغني كانوا امريكان، وحسين كان بيلعب الجيتارين يعني، في حته يلعب جيتار بيس وفي حته تانيه يلعب جيتار يلعب ليد. جيتار ليد، وكان ناقصهم الكيبورد، لان انا هبقى قادر على الكيبورد العب بيس في حته لما هو يلعب جيتار. المهم جالي وقت بعد ما هو سافر بسنه وشويه يعني، حبيت اروح له برضو، لاني وقتها برضو كنت ايه عندي حمقه الشباب دي، وحاسس ان الدنيا مش سيعاني يعني، عايز اكتر من تجارب، اكتر خبره، اكتر سفر. رحت لحسين، لقيته مستقبلني في المطار هو والفرقه، وانا واخد لهم معايا بقى ايه قفه فيها دفوف ورق وناي وحاجات من شارع محمد علي. فالامريكان اتبسطوا قوي. مفيش بعد يوم كنا بنعمل بروفات، ما بعد اسبوع كان عندنا حفلات. كانت فرقه كويسه خالص، اونكس بيراميد. بس اونكس بيراميد كانوا برضو بيلعبوا كفرز ولا كان ابتدت بقى حته الاوريجينالز اللي انتوا بتعملوا اغاني بتاعتكم هناك؟ كانت الفرقه دي بتلعب كفرز وحاجات كان بيألفها هانك المغني، هو كان بيكتب كلمات حلو وبيلحن اللي هو هيغنيه فورا، وكان كنا بنشتغل بالطريقه بتاعت الجام سيشن يعني، هو لو ابتدى حاجه كلنا. خلينا نشرح بس الجام سيشن ده اللي هو مجموعه من الموسيقيين بيقعدوا يألفوا اون ذا سبوت، ده يلعب حاجه يقوم ده ردد عليه، يقوم ده طالع معاه، يقوم ده اللي هو بيسموها ايه، زي برين ستورمينج يعني في المزيكا يعني، لو نقدر نقولها يعني. وبتقدر تسميها بلغه الموسيقى المصاحبه الفوريه، هي بتبقى حاله حلوه جدا. الجامينج والجام سيشن بتبقى حلاوتها ايه دي، انا عملت دي مع حسين كتير جدا جدا في الاستوديو من غير خطه، في حاجات لطيبه سجلت هكذا يعني من غير مذاكره. الحاله بتبقى ان بيكون في رابط
زي التلاباثي زي توارد الخواطر بين عقلين، لدرجة ان الموسيقى بتطلع في نفس اللحظة من الاتنين مع انهم ما ذكروهاش مع بعض، مع ان ما حدش فيهم قال للتاني على خطة او تتابع او كده. الحالة دي بتنمو وبتتمكن اكتر واكتر كل شوية، ولها دعوة بالعشرة، لها دعوة بالصحبة، لها دعوة بان دول اصدقاء او اخوات او. فعملنا كده كتير في اون اكسبيرمنت، ولينا طابع حسين وانا احنا بالذات يعني، لينا طابع كل ما كنا نتلم كان ده لازم هيجرى. ف تاد الدرامر الامريكاني ده كان في شيكاغو على فكرة، اهل شيكاغو ناس لذيذ وزاز يعني، ولاد بلد، عجبته الحكاية دي. معظم من المهاجرين شيكاغو في فترة من فترة كانت مقصد لكل المهاجرين لامريكا يعني، طبعا زمان زي ولايات كتير. هي ارض شيكاغو عموما يعني، اللي هي ولايه الينوي اصلا على اسم واحد زعيم هندي احمر اسمه شيكاغو. اوكي. هم بيسموها شيكاغو لاند غير المدينه نفسها يعني. واحنا كنا على حدود المدينه في حته ظريفه قرويه بعض الشيء، وظريفه جدا وهاديه، وطبيعي انك مثلا كنت تاجر اللي كانوا بيسموه عندنا بالبلدي الجرن، مش كده، اللي هو بيبقى اللي فيه القش ده، المبنى الخشب اللي فيه القش الجرن والتبن والحاجات دي، بيسموه بعد كده الهانجر بقى، لما يعني هو في صناعيا بيسموه الهانجر، اللي هو المبنى ضخم فاضي كبير بيتخزن فيه حاجات. بالظبط كده، بيبقى ما بيستعملش مثلا، بس مليان المكعبات بتاعت القش المضغوط دي بتعزل الصوت كويس. فكانت موضه ان الفرق اللي عايزه تعمل موسيقى صوتها عالي قوي ياجروا مكان زي ده، يكون مهمل وإيجاره رخيص قوي، يحطوا الآلات ونفضل بقى إيه، مش خايفين لنازعج يعني جران ولا حاجة. فكانت فرقة عندها لياقة عالية وتربت فيها حكاية الجامينج جام سيشن دي جدا، لغاية ما نزلنا مصر خدنا معانا تاد درامر، جبناه معانا مصر. قعدتوا كم سنة هناك في أمريكا؟ حسين راح قبلي بسنة وأنا قعدت معاه سنتين هناك، 3 سنين يعني. التوتال يعني. وبعدين لما نزلنا مصر كنا عايزين خطة هنشتغل، عايزين نعرف هنعمل ايه الحقيقة. فانا اقترحت على حسين قلت له تعالى نعمل نعمله هو ده بس بالعربي، خلينا احرار كده يعني، روكرز بنطلع موسيقى الروك، هي موسيقى شاملة بتحتوي كل موسيقى تانية، هي اساس، هي طلع من البلوز ولا انا غلطان؟ الروك طلع من ثقافة البلوز اللي عملوها السود. السود ايوه، الافريكان امريكان بداية من أيام ما كانوا لسه مستعبدين وبيجنوا القطن في الغطار. كانوا بيدندنوا ويعددوا ويزنوا عشان يسلوا روحهم، لأن الشمس قاسية جدا وشغلانة اللي بيعملوها صعبة قوي قوي في بلد حر قوي قوي زي ميسيسيبي يعني. كانوا بيونسوا روحهم ويسلوا روحهم بكده. بعد شوية لأنهم كانوا ساعتها لسه عبيد، الأسياد كانوا بيفرحوا بالعبيد الموهوبين، فلو لقوا عندهم حد موهوب موسيقيا او بيغني كانوا يرقوه يلبسوه كويس ويتباهوا بيه قدام بقيه في العزومات. دي موضه الجوانتي الابيض بتاع مايكل جاكسون اللي كان بيلبسه على فكره، كانوا يلبسوا اللي هيتعايقوا بيه عشان يغني للضيوف وضيفهم، يعزف كمان جاي يغني يطبل، يلبسوا الجوانتي الابيض. ولما حصلت الحكايه دي ابتدى يبقى فيه مرتبه اجمل واحسن واعلى شويه من مرتبه الاستعباد بسبب الفن. فالجماعة بتوع البلوز تحرروا في موسيقاها وابتدوا يبقوا ايه، بيعملوا موسيقى احتفالات وافراح، مش موسيقى بقى ايه ندب او تعديد او غربة او شقة في الغيطان. فطلع ده فضل يتقدم لغاية الروك، لغاية ما بقى الروك. طيب هننتقل الى فاصل، انا قلت حضرتك عندنا الفواصل عندنا هنا مقدسة، فننتقل الى فاصل ونرجع من بقى فكرة الروك بس بالمصري، صح كده؟ انا مظبوط. طب هنروح لطيور الظلام ولا طيور الظلام نسمح لما نرجع؟ طب ما تيجي نطلع لطيور الظلام يعني، برضو نبقى الفواصل كمان المزيكا بتاعتنا. اوكي يلا. تعال اشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم بعد الفاصل السريع ده، وزي ما سمعتوا موسيقى طيور الظلام، فيلم طبعا اللي كان من الافلام اللي كسرت الدنيا يعني، وبالتالي الموسيقى بتاعتها كمان كانت مكسره الدنيا. نرجع لرجوعكم مصر وقررتوا ان انتوا تعملوا نفس اللي كنتوا تعملوه في امريكا من الجام ده وكده بس بالعربي. ايه مدى صعوبه ده وانت معاك درامر اجنبي يعني، عارف يدخل معاكم في التيتا؟ انت قلت انك جبت تادي معاك. تاد ما كانش عنده مشكله في انه يبقى سامع لغه تانية، لان
زي ما احنا كده بنسمع حاجات اجنبي يعني. الموسيقى عشان هي طبعا لغه اجنبيه لغه عالميه عالميه من قلب القلب على طول. هو حب مصر جدا, اتفتن اول ما شاف قلعه صلاح الدين, اول ما شاف المنظر ده تحول الانسان تاني خالص, عاشق مصر فعلا. وبقى نسي امريكا يعني عقله بقى. لا يا راجل, حصل له في حد جه من امريكا شاف مصر فنسي امريكا. وشبابنا كله يقول لك امريكا امريكا, واحنا جايين من المطار بقول له انا هوريك مباني اقدم من بلدك كلها. طبعا ده حقيقي, هو بلده كلها على بعضها 200 سنه. فقلت يعني هو ايه فاكرها ان انا بقول دعابه يا دعابه يعني. فلاحظ ادرك ما كانش يعرف, هو في كتير امريكان كتير جدا ما بيسافروش ويعرفوا العالم من خلال برامج بتاعي يعني. ايه بس يعني هو يعني اكيد عارف ان احنا عندنا اقدم مان ميد اعجاز في الهندسه يعني, لو الهرم يعرفوا الهرم كلهم ويعرفوا ان قدماء المصريين ويعرفوا الفراعنه وكده, بس احنا عندنا اكتر من كده بكتير طبعا. اوف كورس. فلما يعني اصل كمان لما الانسان بيشوف ده على شاشه غير لما يبقى هناك صح. يعني ما تجيب حد كده تروح ايه منزله من العربيه قدام الهرم الاكبر, يبقى بينه وبينه وبين الهرم الاكبر امطار ويرفع راسه كده بيبقى طبعا. حتى احنا كمصريين انا لما بروح الهرم مثلا عشان اوريه لبنتي ولا لابني ولا والاقي نفسي اقصر من اول طوبه. ايوه يعني انت أيوه. اقصر من اول طوبه يعني بس يعني انت مش محتاج صحيح. حاجه تاني خلاص. في مره فكرتني بحاجه لو تسمح لي يعني. اتفضل طبعا. ليه صديق بريطاني بطل رماية وعنده نوادي رماية بطل عالمي يعني, قال لي حاجة عن الهرم نفسي الناس تسمعها. اتفضل. قال لي المبنى ده المباني اللي زي ده لا يمكن تكون اتبنت من غير الحب ولا يمكن تكون اتبنت إلا علشان الحب. صح ده حقيقي. قلت له ازاي ما هندسة و... قال لي لا عشان يكمل حاجة. طب ليه ما فيش حاجات تانية بالعظمة دي كملت؟ فقال لي العامل المكون الأساسي الجوهري اللي كان موجود هو على يقين من هذا يعني, قال لي هو الحب والاقتناع ان كل واحد له مكانه وكل واحد له لازمه وكل واحد له دوره وكل شيء له وقت كل شيء له ترتيب. ودي فلسفه في الحياه, لان احنا في العالم مش بس في مصر الشباب مستعجلين, ده طبيعي يعني, دي حاله طبيعيه. فعندنا ناس كتير عايزه تبتدي من الاخر صح, عايز كل حاجه عنده تبقى ايه يعني. فكره ربنا يديله صحه الفنان محمد صبحي اوبا فوق فاهم ايوه ايه الخبطه اللي تطلعني وبيفوت عليهم. وده اللي هقوله ده على فكره مش مجرد فلسفه. اللي بيبقى مستعجل بيفوت عليه ان كل خطوه متعه, كل لحظه هتعيشها وانت بتبني او تتقدم او رايح نحو الهدف اللي اذا عرفت بالظبط ايه الهدف اللي بتتبناه يعني بكل خطوه من دول دي اصلا متعه لازم تتعاش, دي لحظه, ده اسلوب حياه. في واحد بيستمتع بالمشوار وفي واحد ما بيحسش بكل بيضيع كل ايامه عشان هو عايز يوصل لحاجه. لما بيوصل لها بيلاقي ان هو معاش بالظبط يعني, ده لو وصل لها بالظبط ممكن يوصل لها ممكن لا. بيلاقي ان هو معاش رغم ان هي التجربه كلها هي المتعه ايا كان هي ايه الحياه نفسها. الحته اللي عند كل فنان عند كل مبدع عند كل فنان بينتج بايده عند كل صنايعي حته ان الوقت اللي بقضيه وانا بعمل او ببني لاني بحب اللي بعمله وبحب اعمله دي حياه صح. اما حته اني عايز نتائج على طول وعايز من الاخر على طول بالتالي انا مش هعمل, انا هبقى عايز حاجات وحد تاني اللي عملها صح. فدي سكه الحقيقه يعني مغريه ولكن مش ممتعه. ما بتعيش. طيب نرجع للفرقه الروك, عملتوا روك بالعربي؟ عملنا انا بعتبر ان ستايل فرقه طيبه اللي عملناها كان روك لان الموسيقى كانت متحرره يعني ما هواش مثلا ايه. احنا المنتجين كنا بنتكلم معاهم, المنتج قاعد متوقع ان احنا هنعمل ايقاع المقسوم وبعدين السقفه وبعدين السجاد لان هو يعرف هي كل اغاني في الفتره دي كده اسمع كل اغاني كنت تلاقي العربيه معديه جنبك كل العربيات بتطلع نفس النغمه حتى لو بيلعبوا اغاني مختلفه. الايقاع ده حلو جدا ومصري ومن القلب ومن الوجدان وبلدي واحنا نحب نقول هي بتبسط بس يعني اللي كان النقاش بيننا وبين المنتجين والنقاد دايما انه ليه تعمل حاجه واحده وانت قادر تعمل 1000
ما تعمل وتستمتع، اعمل كل حاجه، جرب اللون ده والطريقه دي والسرعه دي والبطيء والهادي ونا. ومش جديد علينا ومش غريب علينا، احنا اغنياء جدا في ده. اللي يسمع عبد الوهاب يعرف، اللي يسمع منير مراد يعرف، اللي يسمع الاستاذ كلهم، كمال الطويل، مليك حمدي، يعني مليك حمدي، من الناس دي كانت متنوعه جدا. فكنا مستغربين محمد فوزي، محمد فوزي ده بحر لوحده، ده حاجه مش معقول خموص. تبقى سامع الرومبا مع الفلاحي ومبسوط، تبقى مبسوط خالص. بينسوا استاذنا علي اسماعيل عمل ازاي، واندريا رايدر قدموا ايه في الاغاني وفي الموسيقى التصويريه. فكانت مشكلتنا ان اللي هينتج والناقد الاثنين باصين في نفق، باصين على حاجه واحده، العائد المادي السريع، عايز يبيع الشريط بسرعه، اللي هو كان أمير شريط كاسات يعني، وعاوز الإيراد فورا. فبيحكي لك وهو ما بيقولش الحقيقة إن ده الفن الصح، لا جايز دي التجارة اللي تجيب إيراد بسرعة، لكن الفن حاجة تانية. الفن ممكن بكرة الصبح يعمل مبيعات عالية قوي، وممكن بعد سنين طويلة قوي يكسر الدنيا، ولكنه في موسيقيين عظام ماتوا مش لاقين يأكلوا، وبعد كده بقت المقطوعات بتاعتهم هو اللي لا ياكل، اللي بيعزف شغلهم هو اللي لا صح ياكل. صح يعني دي حقيقه، دي حقيقه. ومش معنى كلامي ان الحكايه تبقى دراما ان لازم يعني الفنان يعاني ويبقى جعان وان الفن الحكايه مش كده يعني، مش ايوه الشكل الدرامي بتاع الفنان بيتشد في شعره ده في حاجات، انت في حاجات الناس ما بتعرفهاش، ودي حاله انا بعتبرها روحانيه. في اوقات ما كانش معانا فلوس، في اوقات الاكل ما كانش كفايه، في اوقات ما حبناش ناكل عشان مش عايزين نتلهي عن اللي بتعمله، وده على فكره دي حاله طبيعيه، اي حد بيندمج في حاجه. لا بس صعب ان حد يصدق ان مودي الامام وحسين الامام الله يرحمه ولاد حسن الامام عدى عليهم ايام ما كانش معاهم فلوس. امال ايه، احنا سمعنا الكليشيه الاسطمبه بتاعه مولودين في بقهم على ذهب، قلبت البيت والله ورا النمليه وتحت الكنبه وتحت مش لاقي المعلقه الذهب عمري ما لقيتها، ما مش يعني ابويا الله يرحمه هو كان راجل فخم، بس ده مش معناه ان ده كان شكل حسابه في البنك او كان ده شكل اراده، هو كان فخم يعني من نوع الاهالي اللي عايشكم وعمل لكم كل حاجه حلوه بس ما كانش مخزن، ما كانش حد تحت البلاطه. دي كانت ظروف كل المخرجين، ده في حاجات كتير الناس ما تعرفهاش. الناس لما بتشوف حد اشتهر، الشهره يعني حب الناس، مقياس حب الناس، مقياس ان الناس تعرف اسم حد او تعرف شغله، ده مش معناه اطلاقا انه عنده فلوس تساوي كده، لان السينما كانت متأممه والميزانيه كانت ربط حزام يعني. فجميع المخرجين على فكره بلا استثناء ما كانوش اغنياء، ما كانوش ناس ارادهم كبير، كان شغلهم هو الكبير. وعلى فكره الشعب كله كان كده يعني، كنا بنبني السد العالي، والبلد دي يعني ياما عملت حاجات عظيمه، والناس بتربط الثقة بالنفس وبتربط عزة النفس وبتربط الشياكة أو الأبهة بالفلوس الكتير، ده على فكرة مش بعيد جدا عن الحقيقة. صح يعني صح. وفي ناس ربنا مديها القبول، في ناس ربنا مديها حضور حلو. والدي كان كده، هو كان راجل كده، الناس بتحبه، بحبه يسمعوه، هو عنده عزة نفس، عنده ثقة بنفسه، مطمئن واثق في ربنا خالص، ما بيعدش فاضل كام معاه كام، اصرف ما بالجيب يأتي ما في الغيب، وكان بيأتي والله كان بيحصل. فخدوا فكره، احيانا كنت بشعر ان ده بيتقال برضو بقصد مش حلو يعني، وكأن ايه، لا وكانه مش نق وبس، ان انتوا ما تعبتوش يعني، انتوا طالعين مبسوطين، دول ما تعبوش، دول متدلعين، دي جات لهم على كده يعني على الطبق وبتاع. فيقوم ايه المغرض لما يقول حاجه زي كده، يبخس في عقل المتلقي او اللي بيشوفك، يبخس حقك، حقك في تعبك، في كفاحك، في تفرغك، رغم ان هو لو انت كنت عايز فعلا تستفاد من ابوك كنت دخلت في الاخراج، كنت استفدت، كنت مشيت في ضله ورست عنه، يعني كان المشوار اسهل بكتير من ان انت تبتدي حاجه بنفسك يعني. هو احنا تربيه مخرج يعني، العقل، انا بعتبر نفسي مخرج رغم ان انا مش بخرج افلام، انا بفكر زي، انا بفهم لغته، ولذلك انا اشتغلت مع مخرجين كتير جدا جدا كلهم ارتاحوا وانا بشتغل معهم، لاني انا فهمتهم كلهم وفهمتهم بسرعه. انما السينما لانها كبيره تقدر تبقى سينمائي بالموسيقى، تقدر تبقى سينمائي بالتمثيل او بالكتابه، بمدير تصوير، مصمم ديكور،
حسب تخصصك هتبقى سينمائي وتستمتع بالفن العظيم قوي قوي ده. والموسيقى اتكلمت قبل الممثل في السينما. قبل ما الكلام يبتدي كانت المشاهد على مزيكا يعني مش هالي شابلن وقبل كده وما قبل وكانت لايف والإخوة يعني لوميير يعني ده كانت بتتعزف تحت الشاشة صح. يعني كان لسه كان فرقة موسيقية صح كان لسه التكنولوجيا ما تسمحش بالتزامن يعني ان الصورة والصوت يتزامنوا ما كان في مشاكل في الحكاية دي قوي. فكان الناس لما تروح تتفرج على سينما يبقى في فرقة بتلعب على المسرح بتعزف. طيب معلش هنتقل الى فاصل تاني بس هنسمع بقى أغنية من بتوعك اللي غنها لك علي الحجار في قلب الليل. في قلب الليل. في قلب الليل بالظبط. دي كلمات عصام عبد الله اوكي شاعر عظيم. عصام عبد الله وتوزيعك تلحينك وتوزيعك. تلحيني انا وتوزيعها انا بقول قصدي تلحينك وتوزيعك اوكي. طيب هننتقل الى الفصل الطويل شويه ده اللي هنسمع فيه الاغنيه دي وهنروح انا وانت انت عارف احنا هنعمل ايه استراحه قصيره ثم نعود. عايزين بس نشرح لكم عشان بس ما حدش يفهم غلط ان هو طبعا ممنوع دخول اي سوائل جنب اجهزه الاستوديو فعشان نشرب شاي او نشرب اي حاجه على اسم البرنامج على اسم لازم نطلع بره على الاقل اشرب شاي. ايوه بالظبط يعني نشرب شاي ونرجع لكم على طول. تعال اشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجع لكم تاني وتعالى اشرب شاي كم درينك تي. هو مستني عليك بره شوف. طيب و يعني قبل ما نكمل كلامنا كده واحنا واقفين بره في سؤال جه في دماغي كده. يعني انا لما بمثل مثلا عندي سكريبت مكتوب كلمات عندي قصه بقراها بحس بحاجه مطلوب مني ان انا اطلع احساسي ده مش بس كده كمان عندي مخرج هو عايزك تاخد الكلام ده في السكه دي. في مخرجين كده طبعا في مخرج بيسيبك تعمل اللي انت عايزه وفي مخرج بيقول لك تعمل ايه. فبالتالي النتيجه اللي في الاخر سواء عجبت الناس او لا ما بيبقاش انا بس بيبقى انا المنفذ. اوكي في كلمات كاتبها سكريبت رايتر وفي مخرج بي دايركت مي يعني. طب الملحن بيشتغل ازاي؟ انت بتيجي من الهوا يعني اللي هو من الهوا ما قدامكش حاجه يعني البروسيجر بتاع الموسيقى التصويريه لفيلم او لمسلسل او ده تيجي ازاي؟ لما بعمل موسيقى تصويريه يعني في طريقتي انا بحب اشوف الصوره الاول وبعدين اطلع رد فعلي انا او انفعالي انا لما شفتها. يعني حضرتك بتعمل موسيقى تصويريه بعد ما الفيلم يتصور؟ يعني طبعا لازم هكون قريت قبل ما اتفق خالص يعني قبل ما اعرف انا هعمل الفيلم ده ولا لا اكون قريت القصه فهمت يعني ايه وليا تصوري الخاص كقارئ. ولكن اللي هيطلع ده فعلا زي ما حكيت هيكون نتيجه توجيه المخرج او موافقته على اللي هو اعتمده الاتجاه وهو بيصور مشاهده. الصوره هي سرد يعني هي غير القراءه خالص وسرد بالناس وكل ممثل حاطط من انفعال وحاطط من روحه ومن خبراته ومن احساسه بالاخر وترجمته للشخصيه اللي هو لان احنا بنعيش الفنان عموما بيدرس الناس بيفهم الناس عشان يحكي احاسيس الناس مش بس احاسيسه هو لوحده. فكل ممثل هيديني فكره هيديني احساس هيديني انطباع هياثر فيا بشكل معين. كل مخرج بيديني توجيه بسبب وانا بتفرج طبعا عشان انا دارس ده تربيتي كده يعني تربيه مخرج بفهم اللي حصل في الصورة. الصورة عادة في الإخراج الحلو بالذات بتبقى كذا طبقة يعني كذا مالتي لاير زي ما بيقولوا يعني في الكلام اللي احنا سمعينه وفي القصد اللي وراه في الوشوش عملت ايه العينين عملت ايه الكاميرا لما اتحركت بالمنظر ده كانت قصدها توريني حاجة شكلها ايه زاوية الكاميرا صورت الممثل ده في اللحظة دي من زاوية منخفضة ولا من زاوية عالية مثلا إذا كان هو في ظرف نفسي معين مقهور وتصور من فوق الكاميرا تجيبه من فوق يبان مقهور أكتر صغير أكتر إذا كان شامخ وعظيم أو في تحدي أو بيقول حكمة أو بيقول حاجة جميلة تصور من زاوية منخفضة شوية يبان عظيم يبان كبير. انا بالنسبه لي الزاويه المنخفضه دي بتبين الكرش واللغط. لا ما بتبينيش عظيم خالص لا بس بتبيني مبلز. حتى الكرش ممكن يبقى هيبه ممكن يبقى كده بهويه يعني واذا كانت اللقطه مقربه جدا يعني الممثل في كلمه معينه لقينا وجهه كبير قوي على الشاشه شفنا عينيه وحسينا بتعبيره. ساعات الممثل
ودي كانت مدرسة أبويا، يمثل بعينه قبل ما يتكلم، ده يديني أنا علامات وأنا بشتغل. لأنه الموسيقى لازم الأول أحلم بيها، أعرف أسمعها جوا راسي يعني، وبعدين أنفذها. فأنا بنفذها بطوعها للصورة، أحيانا أسمعها لأني باصص على الصورة، الصورة بحركتها بثباتها باللي جرى فيها، ضلمة متنورة، ملامح العصر اللي حصلت فيه قصة، الظروف، المشهد، هل هو مرح كوميدي ساخر جد جدا تاريخي قديم عاطفي. ده بيدي لك النغمة ولا بيدي لك كمان الآلة اللي تلعب بيها النغمة؟ الأول أنا لازم أدخل في الحالة نفسها، لازم أبقى متأثر. لما وأنا متأثر وبسمع جوه عقلي يعني، دي أعتقد دي حاجة بقى صعب قوي شرحها بالكلمات يعني، لكن ساعات أسمع الموسيقى كأنها اتعملت خلاص جوه راسي، وبعدين تبتدي تكتب، ولاقي نفسي بنفذ اللي أنا سامعه جوه راسي يعني. حضرتك بتلحن سماعي ولا نوتة؟ ما هو مفيش تلحين مش سماعي يعني، هو انت هتلحن الاول بعدين تكتب، هي دايما كده. اوكي. لما بتلحن التلحين نفسه كتلحين يعني، هو تلحين الكلمه. لما بتعمل موسيقى تصويريه ده بيبقى حاله تانية، حاجه تانية. لان الشاعر لما بيكتب الكلام هو اصلا الشاعر عنده لحن، عنده ايقاع يعني، اللي هو البحور والوزن والتفعيلات والحاجات دي اللي بيكتب بيها الزجل، اي كلام موزون بيبقى فعلا جواه ايقاع ولحن. يتوقف على اللي هيلحن موسيقيا بقى، يطلع ده غناء يعني، يختار انهي نغم يعني. النغم يستحسن جدا انه يعبر عن معنى الكلام، طبعا عن احساس الكلمه، الكلمه نفسها، الجمله نفسها، رايها ايه، موقفها ايه، فرحانه، زعلانه، مبسوطه، مرحة، يعني ما ينفعش تبقى كلمات حزينة واحنا عاملين مزيكا السك السك السك، يعني ما تمشيش مع بعض، هيبقى كلاش. لا انا بحاول ابسط بس اللي احنا بنقوله دلوقتي للمستمع والمشاهد. ايوه، ده ان ده قصد حضرتك يعني، ان هو تبقى الكلمات سكتها ايه، وعلى هذا الاساس المستمع العادي المشاهد العادي يقدر يفهم ايه عن اللحن. الناس البني ادمين وحتى الطيور وحيواناتنا الاليفة، الكائنات الحية الواعية عندها لحن يعني. احنا واحنا بنتكلم الصوت، الانسان الفرحان بيعمل صوت، بيعمل نغم في كلامه، غير لو كان غضبان او زعلان او منذرا محذرا او ساخرا او ضاحكا، صوتنا بيتغير واحنا بنتكلم حسب اللي بنقوله، حسب اللي احنا حاسينه فعلا. صح. فدي اقرب حاجة اعرف اشرحها يعني للحالة. لان الموسيقى بتعرف تعمل كده طول الوقت الحقيقه يعني، والطبيعه فيها الاصوات دي يعني. احيانا الواحد يسمع طائر بيغني او بيغرد يشعر انه سمع حاجه مرحه، زي اللي احنا عندنا مثلا قبل الربيع في مع طلوع الفجر كده، في بيبقى فيه في الجناين عندنا في مصر الهدهد، الهدهد، وفي بلبل اللي بيصفر. اوكي. تلاقيه بيصفر صفيره شقيه كده، بيتشقى ليه، عمال يعمل حاجة بيتشاقة كده، بيبقى واضح ان ده في حالة مبهجة، مبسوط في موسم معين هو بيحتفل بيه. بتدي ودنك لكل ده؟ طبعا. طب ده حضرتك عايز تبقى عايش في حتة هادية ومفيش كلاكسات ومفيش زعيق وبيع الربابيكيا وبيع الخضار يعني، عشان تعرف تطلع مزيكا باللي حضرتك بتقوله ده. ساعة ما بكون عايز انفذ الموسيقى او اسجلها بيبقى الهدوء ده ضروري جدا جدا، مفيش غنى عنه خالص. بتروح فين بقى؟ ولا تقفل عليك الباب، مش هتسمع حاجة لو قفلت الباب. بستنى لما كل الناس تنام، لكن الدوشة حتى هي بتديني فكرة، بتديني تعبير. اوكي. يعني لازم الواحد يبقى على طول عارف اصوات الحياة، اللي عايش في مدينة بيعرف اصواتها، اللي عايش في قرية بيعرف اصواتها. وقت الفجر له اصواته، قبل الفجر له اصواته، الظهر، العصر، يعني في المواسم الناس بتغير مواعيدها، حتى الهدوء نفسه بيتنوع. الموسيقى لو وصفناها وصف حسابي مجرد تماما، هتلاقيها قيم من الصوت والصمت، وبين كل صوت وصوت في حتة صمت. وساعات في وسط موسيقى وانت بتسمعها، تسمع اوركسترا مثلا، لقيم سكته فجأة، ايه يا جماعه حصل ايه، اسقف ولا لسه اسقف ولا مش عارف، وبعدين راجعين
عودتهم دي بقى رجعت هادية قوي، متسللة، رجعت حنينة، رجعت عاصفة جدا، رجعت مفاجأة. ده زي كلامنا، زي طريقتنا في الكلام، وزي اللي بيجرالنا في اليوم حسب احنا عايشين فيه. طيب احنا بعيدنا عن التاريخ ورحنا، هنرجع تاني بقى، نرجع تاني للتاريخ دلوقتي، وبعدين بقى نرجع تاني للحالة اللي بتبقى فيها في التلحين وفرقة الروك. أيوة. او موسيقى الروك اللي بالعربي اللي كانت فرقة طيبة مع مرحوم حسين إمام. نجحت تجربة، نجحت فرقة طيبة، نجحت في الحفلات في اللايف نجاح ممتاز الحقيقة. كل المسارح اللي عزفنا عليها في الجامعات، جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية، حفلات المدارس في المعادي، رحنا المحافظات وعزفنا في الجامعة في الشرقية في اسكندرية، كانت الحفلات دي بتنجح نجاح ممتاز جدا. في الجانب بتاع التجارة بتاع شرايط الكاسات كان الموضوع مش بيتم بالشكل اللي اتمناه المنتج، لان المنتج عايز قلنا بقى السكة ولا مش بس كده، هو موجه السلعة اللي انتجها وبيبص كان دي علبة سمنة يعني. الناس بتوظف الموسيقى كذا توظيف حسب ثقافتهم، واحنا ثقافات كتير جدا. طبعا اشهر استخدام للموسيقى عندنا هو الافراح، الاحتفالات، خطوبة، كتب كتاب، زفة، عيد ميلاد، طهور. فبيبقوا واحنا وارثين ده عبر الاجيال، عايزين المقسوم والسك سك سك والحاجات دي عشان مبهجة ظريفة والناس تقدر ترقص عليها. ده اصدق تعبير للفرح دايما، لما مثلا ايه في خطوبة تلاقي حد رقص، العريس نفسه يرقص، ده من الصعيد لغاية صح لغاية اسكندرية. وكل عندنا كذا فولكلور وكذا طريقة رقصة وبيبقوا عايزين حاجة يغنوا معها في الاحتفالات. بس غير ده، غير الاحتفالات، غير لما بنبقى عاملين فرح يعني، الموسيقى موجودة بنسمع واحنا في مشوار سايقين عربية بالليل، بنتفرج، بنسمع نجوم اف ام، بنسمع نجوم اف ام، اتفرج على فيلم. المنتجين الشرايط كانوا مركزين جدا في جو الاحتفالات وجو الافراح بس، واحنا شايفين ان لا يعني، ما انت عندك ده، ما انت بتبيع ده خلاص، بيع غيره بقى يعني، خلي عندك باترينا متنوعة وخد اللي انت طالبه ده من اللي بيعملوه، من اللي هم متخصصين فيه او ما بيعملوش غيره، وسيبنا احنا بقى ايه نبدع شوية وننوع شوية، عشان في ناس لهذا النوع موجودين. بس الناس دي ما بيشوفوش نفس البرامج ولا نفس الاعلانات ولا ما اوقات فراغهم في نفس التوقيتات. انت لازم كمنتج، انت كراجل عندك تسويق، تعمل نشاط تسويقي عشان توصل للي عاوزين ده، لان احنا بنقابلهم في الحفلات، بنقابلهم على المسرح في الجامعات، وشباب وموجودين وكل حاجة. لو ما عرفوش يبقوا ما اشتروش. فكان ده نقطة خلاف دايما بيننا وبين وبالتالي تجاريا ما اشتغلتش كويس، قصدي انا اسف ككاسيت ما اشتغلتش كويس. الإيراد اللي الراجل بيتمناه ما كانش بيناله، واحنا كنا بنعمل اللي هو طالبه بقى لحد تاني. يعني مثلا لما صاحب الشركة اللي انتجت محمد فؤاد طلب مني حاجة تخلي محمد فؤاد يعمل هيت، هو ما طلبش مني حاجة انا بعملها انا او حاجة انا بغنيها انا يعني. هو قال لي انا عاوز يعمل هيت، اسمعه وشوف تعمل بيه. فلقيت له وعملت له الحاجات اللي هي من شريط ألبوم في السكة بتاع محمد فؤاد. ده كان ظاهرة في المبيعات، الأغنية دي أنا بقيت بسمعها في عربية معدية جنبي في مصر وعربية معدية جنبي في هوليود، أسافر كل ده 7500 ميل ألاقيها شغالة في عربية هناك. ده مش صعب، هو سهل، بس أنا أعمله لحد تاني. بس ده ما كانش طيبة، ما كانش السبب المعمول بالطيبة. طيب أنا دقي لفاصل ونرجع تاني ما بعد مرحلة طيبة، وعايز أتكلم كمان في هل ده كان السبب تركيزك الاكتر والفرق الكبير جدا ما بين اعمال حضرتك للدراما والسينما وما بين الاغاني، فرق فظيع يعني. لو قلنا مثلا 102% يعني فرق كبير جدا يعني. ننتقل لفاصل ونرجع لكم. اتفضل. هنسمع مقطوعة نار الحب من فيلم ما تيجي نرقص. تعال اشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
ورجعنا لكم تاني وموسيقار طالما بقى نحط ليبلز يعني فنان الجميل مودي الامام. كنا بنتكلم على من الواضح انك حبيت الاعمال طبعا هنتكلم مع بعض طيبة بس خلينا نتكلم حضرتك حبيت الموسيقى التصويرية للمسلسلات والافلام اكتر بكتير من موسيقى الاغاني. ايوه مع ان في لما تيجي تتكلم مع مؤلفين او موسيقيين يقول لك قمه البلاجر او الفرحه انك تسمع صوت فنان قوي انت بتحبه بيترجم موسيقاك لاغنيه. ايوه حضرتك في حته تانية خالص. لا انت مش عايز ده موضوع الاغنيه. انا اقول لحضرتك حاجه اوله لازم كلمات حلوه فانا لو لقيتها بلحنها او المقراها. نمره اتنين مين اللي هيغني الصوت اللي هيقدم ده والصوت اللي هيقدم ده صاحبه المطرب يعني عاجبه الكلمات دي وعاوز يقدم الموسيقى دي ولا مش عاوز حسب توجهه حسب هو اصلا اتعود يقدم لجمهوره ايه. فاما تيجي تشتغل مثلا قيودها كتير في قيود وانت وبختك الكلام الحلو ده بيبقى رزق بيبقى بخت كويس واحيانا ممكن تعمل حاجه حلوه وتيجي تقدمها لهذا وده 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 يقول لك لا ده مش الستايل اللي عايز اقدمه. حلو قوي انت عامل حاجه جباره يعني بس مش ده اللي انا عايز اقدمه دلوقتي مثلا. لما جيت اشتغل تاني نرجع لموضوع محمد فؤاد مثلا وهو راجل محبوب جدا جدا وفنان ومطرب وشعبيته بتسعد القلوب وحضوره حلو قوي. كان نفوذ المنتج اللي قبل اللي انا قدمته له دور كبير قوي ساعتها. لولا كان ممكن محمد فؤاد يرفض جايز ما كانش تستهويه الحاجه اللي انا قدمتها جايز جدا جايز جدا لان هو يعني لكن احنا الاثنين كنا عند منتج واقتنع بهذا. اما جيت مثلا اسمع في قلب الليل لعلي حجار عجبته جدا اول ما سمعها وبعدين غير رايه تاني يوم وبعدين عجبته جدا تالت يوم وبعدين غير رايه رابع يوم لغايه ما قعدنا ندردش سوا واحنا زملاء في الدراسه وجيران وعشره عمر يعني وكنا عملنا فرقه مع بعض كمان في سنه 86. فبقول له يا علي انت اللي تقدر تقدم جديد والناس تروح مفتحه ودانها ليه لانه اولا بيثقوا فيك يعني كلنا نعرف ان انت مطرب عظيم جدا وصوتك بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه يعني صوت رائع وملوش مثيل ولكن انت جريء حتى اللي عندك ان انت جريء لو سمعك مصري لو سمعك اجنبي بيبقى بتستحوذ على اللي بيسمعك. غنى مع انا فاكر لما استضفناه هنا قال لي ان هو غنى مع حد من الكبار لو المغنيين التنور الكبار مش فاكر كان بافاروتي ولا كان مين عمل بلاسيدو دومينجو يعني عمل اغنيه مع دومينجو لو انا غلطان ده هو يساوي 10 دومينجو ده هو والله. جميل هو فنان جميل فقلت له غنيها واسمعها بصوتك الاول يعني انا عارف انها عجباك بس انت متردد حد لانه كان عنده اسئله يا ترى دي تليق في الالبوم اللي بيحصل ولا ما تليقش بعيده قوي عن الستايلات اللي هو قدمها وبتاع بس احنا متعودين يعني ان احنا انك تقدم لنا احنا بنتكلم على قلب الليل على قلب الليل احنا متعودين انك تقدم لنا الجديد وعندك انت الحضور اللي بيخلينا نشعر ان احنا في ضيافتك لما بنيجي نسمعك يعني ذكي انت برضه يعني عرفت تبلفه في الكلمتين عشان تخليه يعملها في الاخر لا ودي الحقيقه يعني انا بحضر حفلات علي من ايام ما كنا سوا في الكليه في كليه الفنون الجميله عنده الحضور عنده النفوذ ده ان احنا بنثق كده هنسلم نفسنا ونسمع يعني. قلت له ثانيا مش اي حد هيعرف يغني دي لكن انت لما هتغنيها هتديها حقها قوي 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 وزياده دراميا وكمطرب وكصوت جميل خالص خالص صوت له سلطان كده على اللي بيسمع يعني. فقرر يغنيها وطلع الاستوديو الساعه كان 3 الصبح ولا حاجه وغناها الغناء الرائع الاداء الرائع جدا جدا اللي هو عمله ده رائع وذكي وفي وعي كده ودراما وحضور. فمن وجهه نظره دي كانت بروفه. قلت له ابدا ده لا يعوض اللي انا كنت قاعد بسجل بايدي يعني. قلت له ده اللي حصل ده لا يعوض ارجوك ما تغيرش حاجه يعني وكده. والاغنيه اشتهرت بعد ما سجلها بعد ما حطها في الالبوم بمده مش على طول مش على طول يعني احيانا اهل الشيء يكونوا لسه ما حضروش احيانا الجمهور اللي هتلقى
الفن اللي تقدم في احسن واكمل صوره باحسن طريقه ده بيكونوا لسه ما جوش، كان سنهم اصغر شويه مثلا، ما لهمش نفوذ على الماركت على السوق كمشتري. حصل الجمهور ده جه والاغنيه دي خدت ميداليه ذهبيه وبقت فيديو كليب مشهور جدا اخرجه طارق كاشف مثلا. فموضوع الاغاني دي مشكلته ان وانا متعود ابقى مطور، يعني ساعات بسبق الوقت اللي احنا بنبقى عايشينه سوا، والاقي السوق بيكلمني كانه ده منتج من له مواصفات لازم ينزل بالشكل الفلاني في الوقت الفلاني للناس الفلانيه. انا عايز حريه في السينما بقى، لا انا ببقى حر تماما، لان كل فيلم بيجي لي بيبقى عالم جديد لوحده، تجربه متسعه ومدتها ساعه ونص. هقدر ممكن مخرج يقول لك لا مش هي دي الحاله اللي انا عايزها، غير لي المزيكا. طبعا ممكن، بس ده ما بيحصلش الحمد لله يعني. لكن هو دي سلطات المخرج، لو هو متاكد او عارف هو عاوز ايه اللي بيجرى يعني. عاده انا بقعد مع المخرج اساله قبل ما اشتغل خالص، توجهاتك ايه؟ ايه الاحساس اللي انت تتمنى يوصل اكتر من التاني؟ لان المشهد ممكن يبقى فيه شخصيتين واحساسين او ثلاثه او اربعه، عايز تبلغ الناس ايه؟ عايزهم يبقوا يركزوا معايا. الموسيقى التصويريه في مشهد ما، بالذات لو مشهد تراجيديا او اي مشهد، هل نقدر نقول ان هي الماركر الاصفر ده اللي انت بتعلم بيه على الكتابه فبيقوم منور؟ هل نقدر نوصفها كده؟ الى حد ما، لكن في احيان تانية هي بتبقى في المشهد اللي فيه اتنين ممثلين هي الممثل رقم 3، احيانا تبقى هي الراوي، لان ممكن يبقى مفيش كلام في تسلسل معين، فوتو مونتاج، نقله زمنيه، نقله من مكان لمكان والى زمن اخر، ساعتها مفيش حد هيتكلم غير الموسيقى. احيانا تبقى بتتكلم بين البنين، يعني في حوار بين اتنين او ثلاثه اربعه تلاقيها انا بعملها كده، تلاقيها قالت كلمتها ما بين كلام ده وده، واحيانا تعمل الخط ده فعلا، يعني يبقى حد بيتكلم تبقى الموسيقى بنوطيها قوي عشان الكلام عايزينه يتسمع طبعا، لكن ده بيبقى بيجرى فعلا، بتبقى هي الماركر الاصفر. اوكي، يبقى احنا فهمنا ان حضرتك ركزت اكتر في تاريخك وفي حياتك. يعني انا عايز اقول كده نبذه سريعه بس عشان تبقى برضو الساده المشاهدين فاهمين احنا بنتكلم في ايه. حضرتك عملت كام اغنيه تقريبا؟ هم كتير بس انا هفتكر لك شويه. يعني في يعني في احنا قلنا في قلب الليل لعلي الحجار، قلنا الاغاني اللي عملتها لمحمد فؤاد كانوا 3، في السكة ويا طير يا غريب والله لا يشبعني حب، لعمر فتحي عملت اللي حب يحب تاني، والعالي عملت اغاني تانية زي اليوم يفوت هوا وبحب اعيش، واغاني عملتها لعلي مع حسين في فيلم كان اسمه انياب. كنت لسه اقول الموسيقى ده سنة 81. كان في اغاني في الفيلم. طيب يعني نقول ايه مثلا 10 اغاني مثلا او 20 اغنيه؟ مش هيطلعوا كتير، غير يعني عملت لمنير مثلا اغنيتين في فيلم كان اسمه الكفير. احنا فيرسز 54 تقريبا، ده اللي موجود يعني. ممكن يبقى في حاجات مش موجوده. 54 عمل مش مقطوعه. يعني 54 ما بين فيلم ومسلسل ومسرحيه. اي فالموسيقى التصويريه بتاعت فيلم كامل او مسلسل كامل او مسرحيه كامله 54 واحده. يعني نقدر نقول مثلا لو ضربنا مينيمم 5-6 مقطوعات في الفيلم مثلا، فاحنا بنتكلم في 2500 مقطوعه للدراما فيرسز 20-30 اغنيه. ده اللي انا كنت بقوله، الفرق شاسع يعني. الفيلم الواحد بيبقى فيه مقطوعات كتيره جدا. انا بقول ما يعني احاول اقرب الفكره للمشاهدين. غير الاستعراضات يعني، انا عملت اغاني لشريهان مثلا في مسرحيه شارع محمد علي، وعملت لها اللي غنته المقدمه والنهايه بتوع فوازير حاجات ومحتاجات، عملت نيلي اغاني فوازير عالم ورق، في اغاني جوه الافلام ليلى علوي، ممدوح عبد العليم في يا مهلبيه يا، وسمع هوس مثلا. احنا بنتكلم في عادل امام، منسي والزعيم وبخيت وعديله وليلى سخنه، الواد محروس بتاع الوزير، رساله الى الوالي، جواز بقرار جمهور، سمع هوس، جزيره الشيطان، يا مهلبيه يا، اللعب مع الكبار، الهروب، الارهاب والكباب، ضد الحكومه، ناجي العالي. لا حاجات كتير قوي يعني. خلي الدماغ صاحي، عايز حقي، حراميه في تايلاند،
أيوة. صح؟ أيوة. يانا يا خالتي عيال حبيبة بالوالدين إحسان ما تيجي نرقص. الأهل هربت آخر كلام الدكتاتور السائرون نياما الزيبك زيبق. أيوة. تاتا نام تاتا أم. إيه تاتا نام تاتا أم دي؟ دي إيه دي؟ تاتا نام تاتا أم موسيقى لا. تصويرية لا. للفيلم لا. في 2007. لا دي مش بتاعتي. أنا بقول برضو إيه ده؟ وخالي من الكوليسترول. خالي من الكوليسترول. أوكي. حماده يلعب. حماده يلعب. طيب. طيبه كانت تجربه نجحت في الكونسرتس وفي الحفلات ما نجحتش قوي في سوق الكاسيت. عايزين نيجي بعد الفاصل لمرحله ما بعد طيبه. هل انفصلت انت وحسين حسين الامام ولا فضلتوا برضو بتلعبوا مع بعض في المزيكا رغم ان هو يمكن ركز اكتر في التمثيل؟ فنرجع للموضوع ده بس بعد الفاصل. تعال اشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب ورجعنا لكم دلوقتي مع الفنان مودي الامام وطبعا ماجد دكتور ماجد لو سمحت عشان دكتور سنان. دكتور ماجد صدمني ان فاضلنا 5 دقائق فمش هنكمل بقى ما بعد طيبة. خلينا نخش على طول في حد بقيمة مودي الإمام وبقيمة شغله الموجود في أذهاننا وفي وجداننا مع كل الأعمال الدرامية والسينما اللي سمعناها اللي اتفرجنا عليها. ليه ما عملش مثلا تجربة الفنان عمر خيرت انك تعمل كونسرتس ليك، انك تعمل كونسرتس الموسيقى بتاعتك؟ ودي يمكن من اكتر الناس اللي اشتهروا في مصر بيها هو الفنان عمر خيرت. ما عملش كده ليه؟ عمر هو صاحب الرياده في الحكايه دي على فكره، وهو حبيبي عمر. احنا جيران واصدقاء من زمان جدا جدا جدا، من زمان قوي، وهو نجم على المسرح من ايام ما عزف مع البتيشا وكان بيعزف درامز. ايوه لا خلينا معاك دلوقتي، انا عايز اعرف طب ليه ما عملتش ده؟ انا عاوز ده من زمان جدا جدا جدا، بس اتمنيته بشكل معين يبدو انه بيحصل دلوقتي، كانش بيحصل قبل كده. اتمنيت ناس حابين موسيقتي ويطلبوا انهم يختاروها عشان يقدموها. اتمنيت الحتة دي، حبيت ان ده يجرى زي ما كان بيجرى ايام الفرق اللي انا كنت بلعب فيها. كل اللي انا عزفته كفر زمان لما كنت بعزف مؤلفات اجانب ده كان لاني بحبهم جدا، بحب شغلهم جدا. يعني هما ما تفعوليش عشان اعمل ده، ما حدش مضاني عقد مثلا. نفسي كان نفسي ده اعيشه، ولقيت ده حصل كده. لما جه البرنامج اللي فيه الحلقتين طلعت مع استاذة اسعاد يوسف، مع اسعاد العظيمه الفنانه الشامله العظيمه، بموت فيها بموت فيها، وصديقتي واختي في الروح. توفرت الحكايه دي بتوفيق فعلا جميل جدا جدا، لان اسعاد انا اقدر اسميها وانا مطمئن قوي انها راعي فنون. يعني تعرفت مع يعني مباشرة على مايسترو العالمي نادر عباسي، واتكلمنا كتير وقعدنا وسمعت موسيقات واختار الحاجات اللي عجبته. وانا كنت ساعتها مصر بقول له يعني انا بتمنى انك تختار اللي يعجبك، مش قايمة تجيلك جاهزة وتنفذها. انت تقدر تنفذ اي حاجة لاي مؤلف في التاريخ وتطلعها حلوة، لكن انا عايز اشعر انك اخترت الحاجة تجاوبت معاها وعجبتك. اللي اتلعب في الحلقات ده كان هو المختار ومن اعمالك. ايوه كان هو المختار. اتكلمت معاه بقى ان انتوا تعملوا موضوع الكونسرتس ده او الايفنتس دي. الحقيقه دي كانت يعني فكرته بتلقائيه. يعني هو مايسترو نادر قال لي لازم الكلام ده يتقدم على المسرح لايف. قلت له يا ريت، ده انا بتمنى وانا نفسي ارجع للعزف اللايف بنفسي. هتلعب بنفسك؟ طبعا. على البيانو؟ بيانو ودرامز واللي انت عايزه. فاتفقنا على ده وبتوفيق من عند ربنا الحمد لله اصبح اوريدي معانا المقطوعات اللي دونها العبقري احمد الموجي، الفنان احمد الموجي. دي كانت احد المشاكل لما حضرتك كنت بتحكي لي دلوقتي واحنا بره الهوا. ان انت احد المشاكل ان حضرتك لحنت الحاجات وعزفتها بس عمرك ما كتبتها، عمرك ما دونتها. اصل كنت بخلص العزف لوحدي، مفيش حد يقرا ولا يعزف الا انا. يعني انا كل شغل الافلام والاغاني كنت انا بعزف لوحدي. فما كانش كل الالات كل الالات. اوكي. حضرتك بتعزف كام آلة؟ انا بعزف كيبورد والبيانو على اصله، الكتريك بيانو، جيتار، بيس، درامز،
وانا صغير عزفت كمانجا، بس في حاجات كتير عملتها بالاصوات ال بال على الكيبورد، على الكمبيوتر والكيبورد سامبلز. ويعني اسمه ايه، سينثيزر ولا اسمه ايه؟ كان زمان اسمه، ابتدينا بالاسمه سينثيزر، دلوقتي بقى اسمه سامبلر، لان السامبلر بيجيب اصوات لايف اوكي، بس النوتة نوتة، كل نوتة لوحدها اوكي، والواحد بقى ايه لما بيعزف يحط موسيقته يعني. فهي عمليه مش سهله الحقيقه، بس موفره، بتنجد في ازمه وقت او مفيش ميزانيه. وطبعا عشان كده طلع عليك ان انت بتحبش الاوركسترا، عشان انت بتعمل كل حاجه بنفسك. طلعوا الاشاعه دي، ويعني حكوا قصتي بالعكس، ده انا بحب الاوركسترا لدرجه قاعد عاوز احاكي الاوركسترا عشان في يوم من الايام لما الاقي اوركسترا يعزف حاجتي يبقى صح، يبقى كل شيء صح يعني. وحصل اهو اخيرا يعني. فاتفقت مع مصر نادر ان احنا ان شاء الله هنبقى نقدم مؤلفاتي لايف، وان انا هعزف ان شاء الله، وتبتدي بقى تلف في العالم بقى بالحفلات بتاعتك بقى، يعني اللي هو كفايه الامم الاستوديو اللي انت قافل نفسك فيه وبتلحن، يعني تطلع الكلام ده بقى بره يعني. اعتقد الوقت جه فعلا، يعني دي هتاخد شويه اعداد مختلف شويه عن الاعداد اللي اتعمل لبرنامج اسعاد، لانه لازم عدد اكبر، مقطوعات اكتر. بس الخطوه الاولى الخطوه الاولى نعمل منها فلوس، نعمل الخطوه الثانيه نعمل منها فلوس، نعمل الخطوه الثالثه، وهكذا وهكذا، يصرف الفن على نفسه. ايوه مودي الامام، اشكرك على وقتك. زي ما قلت لك هم ساعتين بيضحكوا علينا، انا طبعا في النص في اعلانات وفي حاجات فما بنحسش بيهم، وكمان الكلام معاك يخلي الوقت يجري هوا يعني. الله يخليك، بشكرك على وقتك اللي قضيته معانا. انا عارف ان حضرتك مقل جدا في الظهور في الاعلام، فيعني كون انك طلعت معايا بعد ما طلعت مع الاستاذه الكبيره اسعاد يونس، فانا شرف ليا والله، عامل فرح يعني. لا شرف ليا، اشكرك واتمنى ان انا تعزمني على اول حفله ليك مع المايسترو نادر عباسي. وطبعا هكلم نادر بره اقول له اول ما الحفله تعمله انا معزوم، صف اول لو سمحت، صف اول، لان انا بيتهيألي ان دي هتبقى تجربه جميله جدا. واحنا بقى هنعزمك احنا على شاي بقى، هنقول لك. ايوه تعالى. لا الشاي بتاع حضرتك مستني بره. لا ارجوك لا، يقولوا علينا بخله. بليز انا مستني اشوف. اشكرك، متاكد. ايوه لا 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 ما تقلقش، لا عندنا شاي وعم محمد بيعمل شاي حلو قوي عظيم. بعتذر لكم طبعا، كل شويه بكح برد الحقيقه، يعني انا ونص مصر عندهم برد بسبب لسه طالع منه. سخن وساعة، سخن وساعة. هنختم بموسيقى الارهاب والكباب، تسمعوها بعد ما نقول لكم تصبحوا على خير. نشوفكم ان شاء الله السبت الجاي في حلقه جديده وضيف جديد نجم في مجاله. بسيبكم مع الدكتوره رشا طموم وبرنامج كريشندو. كريشندو كنتم مع تعال اشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.